بعد ما عملت الفيديو بتاع المنتج ده اكتر اسئلة جات لي في الفيديو ده، طب احنا عايزين نعلي الليفين بقى، عايزين نظبط بقى ايه البشرة بتاعت الوش، عايزين نتخلص من حب الشباب. هو ممكن نتكلم على دي، ايه رأيكم نتكلم النهاردة عن ازاي تتخلص من حب الشباب وتظبط وشك عموما؟ يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. لو اول مره تشوفني انا كريم عايز بقد مختلف ستايل موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، وعندي قناه جيمك تانيه برده هتعجبك برده جدا. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. 99% وانا واحد منهم بنعاني من المشكله دي، حب الشباب مخليك مكسوف، مش عارف تكلم اي حد، مش عارف تعترف للكراش بتاعتك اللي انت بتحبها، عشان انت وشك مش مظبوط، مش حابب تقابلها، وانت مثلا عندك حب شباب او عندك مثلا حبايه، فانت بيبقى شكلك وحش، بتقلل ثقتك في نفسك، حاجات كتيره كده. فاحنا عايزين نخلص من الحوار ده كده خالص ونحل الحوار ده. الموضوع سهل بالصعب، هو عايز بس ممارسه، وعايز بس طولة بال، وعايز ان انت تبقى بتعمل حاجه دي دايما، مش فكره بقى اللي انت هتعمل مثلا الحاجات اللي احنا هنقول عليها النهارده فالموضوع يخف معاك وتلاقي ان وشك بدا يتحسن فانت تقوم مبطل. لا، انت لازم تكمل في الحاجه دي على طول عشان وشك يفضل متحسن دايما لحد ما تعدي فتره الشباب دي، والمرحله دي اصلا كده كده هتخلص معاك. ولازم برضو تحط برضو في اعتبارك ان هي مرحله فقط، هي بس مرحله الشباب، بس هي ممكن تطول عند ناس معينه، ممكن ما تلاقيهاش اصلا عند ناس تانية كده، بس هي برضو مرحله بس مش اكتر. فانا جاي النهارده كده بعد خبره كبيره جدا في حوار الوش والعنايه الشخصيه وحب الشباب وازاي تخلص منها ومنتجات كتيره والكلام ده، انا جاي النهارده كده اقول لك كده الخلاصه وايه هي الحاجات اللي انت تعملها عشان تجيب من الاخر من غير ادويه. طبعا عشان الادويه بتبقى فيها اضرار سلبيه وممكن تنشف الوش وما تدوش الفيتامين المناسب ليه. فانا جاي النهارده اقول لك التجربه الشخصيه بتاعتي وازاي تخلصت من حب الشباب وازاي اهتميت بالبشره بتاعتي. عملت فيديو انا كده من شهر او من شهرين عن المنتج ده، المنتج السحري اللي هو ماسك الفحم، وقلنا اللي فيه كمان ماسك تاني زيه اسمه ماسك الذهب او الذهبي ده. المنتجين دول حلوين جدا جدا وبهروني، بس احنا عايزين بقى ايه نقلب الليفن، عايزين نتخلص من الحوار ده خالص. اول حاجه تشرب ميه كتير. انا عارف ان انا خنقتكم بالحوار ده، بس على فكره الميه مهمه جدا 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 برضو في حب الشباب، زي ما هي مهمه جدا 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 في ثانويه عامه، ومهمه جدا 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 في الجيم. لما تيجي تشرب الميه الكافيه بتاعتك بتاعت اليوم، الخمسة لتر او الاربعة لتر، جسمك مش بيعاني، بيدي لكل عضو فيه النسبه بتاعته بتاعت الميه، ومن ضمنهم عضله الوش، بيدي الوش الميه الكافيه ليه، فتحس ان وشك منور، تحس ان مفيش هالات سودا تحت عينيك. لكن لو انت ما شربتش ميه هتحس ان وشك دايما بهتان مش منور، تحس ان وشك بيسود كل شويه، تحت عينيك فيها هالات سودا كتير جدا. فشرب الميه مهم جدا جدا جدا. تاني حاجه النوم الكويس، مفروض تنام على الاقل خالص 7 او 8 ساعات كل يوم، لازم تريح حضره الوش، تديها الراحه الكافيه بتاعتها. طول ما انت صاحي، طول ما هي مش هتاخد الراحه الكافيه بتاعتها فهتتعبك. تالت حاجه الحاله النفسيه بتاعتك، دايما بتلاقي ان اللي مضغوط او في ستريس مثلا، او لسه مثلا خارج من علاقه والكلام ده، بتلاقي ان وشه مثلا بيطلع له فيه حبوب كتير، بتلاقي مثلا ان دقنه مش بتبقى كامله، فكل ده بيبقى ليه علاقه بالتوتر او بالحاله النفسيه بتاعتك. فحاول دايما تبقى ريلاكس، الموضوع مش مستاهل. وعملنا كذا فيديو كتير جدا عن حاجات تانية مثلا ليها علاقه بالعلاقات العاطفيه، ليها علاقه ازاي تبقى هادي، ليها علاقه ازاي تبقى تحقق حلمك. ادخل كده شوف كده لفه كده في القناه هتعجبك جدا. ايوه يا كريم، انت جاي دلوقتي عشان تقول لنا عشان تتخلص من الحب الشباب لازم تشرب ميه وتتخلص من الستريس بتاعك وتنام كويس والكلام ده. ايوه، فين المنتجات؟ عايزين نحط حاجات على وشنا. جينا بقى للفقره دي، انت هتجيب اربع حاجات: غسول، كريم مؤشر او غسول مؤشر، كريم عنايه بالبشره، ورابع حاجه الفرشه بتاعت الوش اللي انت لما تيجي تحط فيها الغسول وتنضف كده بيها وشك او تلف كده بيها كده وشك. بس دي بصراحه ما لقيتهاش ودورت عليها في كل حته، بس يعني لو حبيت تجيبها ماشي، لو ما حبيتش عادي جدا هتستعمل الحاجات دي زي ما انا بستعملها جدا. ندخل بقى ايه على الطريقه على طول. اول حاجه في الروتين بتاعنا، اول ما تصحى من النوم او قبل ما تنام هتغسل وشك بالغسول، هتحط حبة صغيرة على ايدك ووشك ناشف، وهتلف ايدك على وشك، والموضوع مش محتاج عنف ولا محتاج اي حاجة، بالراحة كده خالص وبحركات كده دائرية كده على وشك كله. وبعد ما تخلص تشطف وشك، بعد كده بتنشف وشك وبتستنى 30 ثانية وبتستخدم كريم عناية بالبشرة. بتحط حبة صغيرة قد كده على ايدك، وبتحط على وشك كده نقط كده وتحت عينيك برضو، ولازم اهم حاجة يكون وشك ناشف عشان الموضوع ما تلاقوش بيسيح معاك، ولازم برضو اهم حاجة يكون برضو حبة صغيرين عشان وشك ما تحسش اللي هو فيه كريم كتير جدا، لا هو حبة صغيرين بتحط بس كده نقط
على وشك وتحت عينيك وبرده بحركات برده دائريه، وانت على طول اصلا بتلاقي اصلا ان البشره بتاعتك او وشك بيشرب اصلا كريم، والكلام ده هيبقى صبح وبالليل، وبعد كده هتتعامل طبيعي جدا، يعني بعد ما تحطه هتنزل طبيعي جدا وكل حاجه، بس اهم حاجه صبح وبالليل اول ما تصحى وقبل ما تنام. طب الكريم المؤشر هنستخدمه امتى؟ هنستخدمه بدل الغسول مرتين في الاسبوع، يعني مرتين في الاسبوع بدل ما تستعمل الغسول هتستعمل كريم المؤشر. وانا ساعتها بقول لك لو انت عملت الحاجات دي بعد اسبوعين بالظبط هتلاقي فرق واضح جدا، ومش هتلاقي حبوب في وشك، وهتلاقي ان وشك دايما منور. بس اهم حاجه ان انت تستمر على الحاجه دي، يعني تستمر على الروتين ده، مش اول ما تلاقي ان وشك بدا يخف وان وشك بدا يتظبط ووشك بدا ينور والكلام ده تقوم مبطل. لا، هي مش علاج واول ما بتخف بتبطله، لا، الحوار ده بتستمر معاه دايما لحد ما يبقى لايف ستايل بالنسبه لك او منهج حياه بتعمله دايما وروتين معاك. طب دلوقتي الناس هتقول لي طب ماسك الفحم هنستخدمه امتى ولا ده ملوش استخدام؟ لا، حرفيا دلوقتي كده ملوش استخدام. حاول ما تحطش حاجات كتير قوي على وشك عشان البشره بتاعت وشك ما ترهقش او ما تتعبش، فانت استخدم بس الحاجات اللي احنا قلنا عليها. لو مش عايز تستخدم الحاجات اللي احنا قلنا عليها وانت مرتاح مع ماسك الفحم فانت خليك مع ماسك الفحم. وطبعا هنيجي لفقره الكومنتس وهنلاقي ان في ناس بتقول لي او ولاد بتقول لي ازاي انت بتقول الحاجات دي، احنا اصلا رجاله والحاجات دي بتاعت البنات، ان الماسكات والغسول والكريمات الحاجات دي اصلا بتاعت البنات، احنا مالناش دعوه بالحاجات دي. يعني انا اشفق على الناس دي بصراحه، ان احنا في 2020 ولسه في ناس بتفكر بالعقليه دي وبالماتيريال دي، فانا اشفق عليكم جدا. وهما بيتحججوا بالحاجات دي وان الحاجات دي بتاعت البنات ومش بتاعت الرجاله عشان الحاله اللي هم وصلوا بيها لعدم الاهتمام بشخصيتهم او بعنايتهم الشخصيه او بنظافتهم الشخصيه، كل ده. ودي حاجه مش عيب او حاجه ما تخلكش تتكسف من نفسك، انت ممكن تقول ده اصلا بالعكس، ده اللي قدامك او البنت اللي انت هتكلمها تقول لها مثلا كده المفروض ما تتكسفش منها، ده بالعكس الشخص انت تقول له كده هياخد عنك انطباع ان انت مهتم بنفسك ومهتم بعنايتك الشخصيه وبنظافتك الشخصيه فهيحبك اكتر، والكلام ده برضه ينطبق على الكراش. واهم حاجه زي ما قلت لك ان احنا نستمر على الروتين ده حتى لو في تحسن ملحوظ، لازم نستمر دايما على الروتين ده. ما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنت لو انت جبت المنتجات دي وبعديها باسبوعين تقول لي انت شفت ايه او في منتجات تانية احسن ولا لا، وايه الاختلاف اللي حصل لك بعد ما انت استخدمت المنتجات دي. مستني رايك تحت في الكومنت. وبس كده، نزلت فيديو يوم الجمعه اللي فات على قناه الجيمنج، حلو جدا جدا جدا، هسيب لكم الرابط بتاعه او اللينك بتاعه في الاي اللي هنا، اتعودت خلاص. وكالعاده ما تنساش تعملوا لنا سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوسا كوتش، السلام عليكم.